في عدد جديد اليوم لمرنش سكتين. موضوع اليوم موضوع كوفيد 19، لأنه للأسف ما زال الفيروس يحوم بنا، ما زلنا في أزمة كوفيد 19، مع أنه الإصابات يعني رايفين خفاض، ما عرفش لو مؤشر يعني مليح ولا لا، راح نشوفه مع أخصائيين اليوم. عدد الحالات يعني انخفض من 1900 حالة يعني في شهر جويلية إلى معدل 500، بين 500 و600 حالة يعني من نهار الجمعة لليوم. ربما راح هذا الشيء يخلينا نطرحوا بزاف تساؤلات، هل من عودة لحياة طبيعية سوفي سكي بو دو ليتي 2021، ولا نكملوا ناخذوا احتياطاتنا ربما ترقبا لموجة رابعة؟ وهل هذا الشيء يعني يشجعكم انكم تلقاو اللقاح ولا لا؟ عيطوا لنا، عطونا اراكم على 0777766098، الرقم اللي تشوفوه تحت الشاشه، ولا كتبوا لنا اون كومونتير، راح نقرا، نحاول نقرا فو كومونتير. كما قلت الاصابات، عدد الاصابات راهو في انخفاض متواصل، من 1900 حاله في شهر جويليه الى ربما معدل 600 حاله، رانا في حدود 650 حاله. نذكر أنه دكتور بوجلال يعني في تصريح للصحافة قال أنه قال رانا في نشوف بوادر الخروج من الأزمة الصحية، وكان كذلك دراسات بريطانية تقول أنه ربما في الأشهر القادمة راح يكون الطفرات الجديدة على الفيروس تكون أقل، يعني أقل خطورة، وربما راح ندخلوا في مرحلة وين نتعايشوا مع الفيروس ويصبح أقل خطورة، بوركوابا يعني يختفي هذا الفيروس وتعود الحياة لما كانت عليه قبل فيفري 2020 إن شاء الله. مازلنا دائما في مرنش سكتين، دونك نحاول نستقبل أول اتصال مع طبيب مختص في الأمراض التنفسية. عدلان، نذكرك معنا، معليش نحاولوا نتصلوا بعدلان مرة أخرى، نتمنى أنه يكون معنا لأنه عنده معلومات كثيرة ربما يمدها لنا. الوضع داخل المستشفيات، قولوا لنا أنتم واش لاحظتوا داخل المستشفيات، هل ربما أكو تشوفوا هدوء؟ اتصلوا بنا، عطيوا لنا معلومات حول المنطقة اللي راكو فيها. ماذا عن العطلة الصيفية؟ أسكو راكو تروحوا للشواطئ ولا لا؟ أسكو راكو تحترموا منع، تحترموا الحجر الصحي ولا لا؟ التباعد الجسدي، ولا قررتوا تعودوا تولوا؟ يعني حاجة طبيعية أنه نعودوا نولوا لحياة عادية، لأنه الإنسان ما راحش يتأقلم أنه يعيش دايما مع هذا البروتوكول هذا للحماية من فيروس كوفيد 19. موش غير لبس الكمامة، يعني تباعد جسدي، الخروج إلا للضرورة من البيوت، أونيفيت الأماكن، يعني نجنبوا الأماكن المكتظة، كذلك ما نزوروش الأقارب خاصة الناس اللي كبار في السن. لكن ما نقدروش يعني نحترموا هاد الشيء، خاصة لما نشوفوا أنه بعض الدول ربما بدأت تتعايش مع المرض، خاصة مع التلقيح كذلك اللي عمم في تونس. عرفنا أنه تونس يعني تم تلقيح أكثر من نصف مليون شخص في يوم واحد، يعني شيء جميل. نتمنى أنه الجزائر كذلك تكون على نفس الوتيرة. في بعض الدول كذلك الأوروبية شفنا عودة حياة طبيعية، مع أنه الحالات المسجلة يعني في ارتفاع، وحتى المستشفيات يعني كاين مشكل في الأكسجين، حتى وين بعض الأطباء ولا في بعض المستشفيات يتم يعني انتقاء الحالات اللي تدخل إلى الرعاية المركزة على حسب فرق السن. للأسف نتمنى أنه هذا السيناريو ما نعودوش نعيشوه مرة أخرى، مع أنه على بالي في بعض ولايات الجنوب الجزائري كاين أزمة أكسجين كبيرة، خاصة كذلك الأماكن اللي تعرضت إلى حرائق الغابات، المناطق اللي عاشت حرائق الغابات في الأيام القليلة الماضية، يعني ربما حتى بعض حالات الحرائق تحتاج إلى أكسجين، شيء ربما لأزم الأمر وأزم أزمة الأكسجين في المستشفيات في هذه المناطق والمناطق المجاورة كذلك. دائما على مرنش سكتين اتصلوا بنا، عطيو لنا، قولوا لنا كيفاش راكو تعيشوا هذه الأيام، يعني هل ربما كاين فيه تفاؤل ولا لا، هل من عودة لحياة طبيعية ولا لا؟ الدخول المدرسي راهو على الأبواب، قولوا لنا
يعني اسكو كنت كيفاش راكو تسناو الدخول المدرسي؟ هل ربما راح يدخلنا في موجه رابعه لانه كاين بزاف من الاخصائيين يشوفوا كاين تخوفات انه الدخول المدرسي ربما راح يأزم الامر ويتعاود وتيره الاصابات ترتفع مره اخرى بعد ما يتسجل انخفاض متواصل؟ دائما على ما راناش ساكتين اتصلوا بنا على 077 77 66 98. نروحوا لفاصل موسيقي ونعاود نولوا، بقاو معنا. انقطاعات في اللايف، نظن انه هذا راجع لي لا كونيكسيون انترنت تاع الجزائر للاسف. نتمنى انه يتحسن لا كونيكتيفيتي من لنهايه عدد اليوم باش تصلوا بنا. نذكركم 077 77 66 98، وتلقاو الابيزود تاع اليوم في يوتيوب. بداية جائحة كورونا الأطفال ما كانوش داخل يعني دائرة الخطر لناحية الإصابة بالفيروس كما البالغين اللي بيرسون زاجي، لكن مع ظهور المتحورات كما دلتا شفنا أنه عدد الإصابات بين الأطفال زاد. في شهر جويليا خاصة 2021 شفنا بلي أنه مئات الأطفال ماتوا في أولا ماتوا، وكاين أطفال يعني أصيبوا يعني بإصابات متفاوتة خطورة بسبب فيروس كوفيد 19 في اندونيسيا، وكان الكثير منهم تحت سن الخامسة. وهذا الشيء يعني ربما زاد يعني من قلق الأولياء خاصة على أبواب الدخول المدرسي في الجزائر، بسبب سجل قسم طب الأطفال في مستشفى دويرة بالعاصمة 100 حالة بفيروس كورونا لدى الأطفال والرضع يعني اللي نوفوني خلال شهر جويليا. ربما إلا أنتم ما عندكم فرد من أفراد العائلة، ربما طفل يعني أصيب بفيروس كورونا وكانت عنده يعني une forme grave une forme compliquée يعني تصلوا بنا حكيوا لنا قولوا لنا باش ربما نوعي والأولياء أنه حتى الأطفال يعني ما راهمش خارج دائرة الخطر، خاصة بالمتحور الجديد دلتا وين نسبة الانتقال راهي سريعة وحتى الخطورة لأنه يمس الأطفال كذلك. On a lancé un nouveau live لأنه كاين مشكل في تدفق الانترنت، دونك باش pour éviter les coupures donc on a lancé un nouveau live. نتمنى لكم مازالكم معنا على 077 77 66 98. موضوع اليوم موضوع كوفيد 19، نعاود نولوا نتحدثوا على عدد الإصابات اللي ربما راهو في انخفاض متواصل. هل هذا الشيء راح يخليكم ولا يشجعكم للعودة لحياة طبيعية؟ وهل أنتم متمسكون دائما ببروتوكول وإجراءات الوقاية من تباعد اجتماعي، ارتداء الكمامات، تخفيف الخروج من المنزل إلا للضرورة؟ لأنه سجلنا يعني انخفاض ربما مهم من 1900 شخص يعني في شهر جويليا إلى معدل 500 و600 حالة في 24 ساعة. الدخول المدرسي راهو على الأبواب، ربما كاين تخوفات من عند الأولياء بسبب هذا المتحور الجديد الذي يمس الأطفال كذلك اللي كانوا خارج دائرة الخطر في بداية جائحة كورونا، اللي شفنا أنه الإصابات بالفيروس كانت فقط عند البالغين وكبار السن، لكن في الشهر الماضي في شهر جويليا سجلنا المئات من الأطفال اللي توفوا بسبب كوفيد 19 أغلبهم تحت 5 سنين في إندونيسيا وفقا لصحيفة نيويورك تايمز. وكذلك في الجزائر يعني سجل قسم طب الأطباء في طب الأطفال عفوا في مستشفى دويرة بالعاصمة أكثر من 100 إصابة بعيد شر عليهم بفيروس كورونا لدى الأطفال والرضع خلال شهر جويليا، شيء ربما ليقلق الأولياء لأنه منذ بداية جائحة كورونا يعني ما كناش متخوفين كثير على الأطفال، كانوا فقط ينقلوا العدوى لكن ما كانش يعني يبي بادو كاسيفير. راح نشوفه مع الأخصائيين. نبدأ مع عدلان أول مشترك معنا. أهلا عدلان. دكتور عدلان، شكرا على الاستضافه. شكرا لك اللي خصصت لنا هذا الوقت من وقتك باش تعطينا ربما معلومات. واش كاين يعني هل من جديد في داخل المراكز الصحيه عدلان؟ هل من اسكو يا ريبي بعدي؟ اولا ترحموا على شهداء هذا الوباء اللي زاد العدد تاعهم يعني زياده كبيره جدا في شهري جويليا و
أوائل شهر أوت. نعم. في إطار الموجة الثالثة وكان اللي يقولوا الرابعة، كان خلاف حول ولكن الأهم هو أنه كانت موجة قوية أكثر من أكثر من الموجتين السابقتين، لأنها تميزت بوجود طفرة وراثية فقط من تصرف الفيروس، أصبح أكثر عدائية وسريع الانتقال أيضا. وهو ما يسمى طبعا فيروس دلتا. الحالة الوبائية اليوم أصبحت أكثر استمرارا منذ أكثر من 5 أيام تقريبا، وإن شهد انخفاض محسوس في عدد الحالات وكذلك في عدد يعني الوفيات والاستشفاء. الشيء هذا راه ملاحظ في الولايات الكبيرة الساحلية أكثر منها الداخلية. مناطق طبعا الصحراء، لأنه بداية الموجة في المناطق الساحلية كانت في بداية شهر جويلية، أما بدايتها في باقي الولايات كانت ربما أكثر تأخرا، خلصت حتى نهاية شهر جويلية، وهذا يعني ما يبرر الاختلاف. بعض الولايات ما زالت فيها الذروة، منها ولاية الجلفة، الأغواط، وين مازال كاين نقص الاكسجين، مازال كاين وفيات كبيره جدا بسبب دكتور عدلان، ربما الوفيات ربما بسبب نقص الاكسجين اكثر من الفيروس بحد ذاته. نعم كثير كذلك. نعم. لكن نعم. لما يكون عندك عدد المرضى في المستشفى كبير راح يكون يعني عدد الوفيات كبيره يعني. نعم. هذا الفلات يعني عدد كبير من المرضى، ولكن على العموم لاحظنا يعني نقص في عدد الاصابات هذه الايام. أظن أننا يعني في نهاية الموجة رانا في المنحة التنازلي. نعم التنازلي، وإن شاء الله يكون آخر موجة تمسنا بهذا الوباء، هذا يعني ما نتمناه. نعم، وكاين دراسة بريطانية عدلان مالابيش لتبعت الأمر تقول أنه ربما الأشهر القادمة رح يكون انخفاض كبير في العالم بصفة عامة في حالات الإصابات الصعبة وربما زوال الفيروس عدلان، لكن نعود نقول الجزائر وربما فيما يخص الأطفال، إصابات عند الأطفال والرضع، كنا سجلنا يعني في شهر جويلية 100 حالة في قسم طب الأطفال في مستشفى دويرة بالعاصمة، لربما شيء اللي ما كناش سيناريو ما كناش نسناوه وما عشناش في بداية الجائحة. هل يعني ربما من معلومات حول السبب وكيفاش حتى الأطفال يعني ولينا نشوفوا دي كاسيفير عند الأطفال؟ في الحقيقة هو يعني عدم إصابة الأطفال في بداية يعني الوباء هذه، كان الأطفال كثيرا إصابة بالفيروس، الشهر يقلل المناعة تاعهم دائما على استعداد لاستقبال الفيروسات. نعم. وبالتالي الفيروس بقول نسخته الأولى أو بمتحور الأول من خلال ما كانش عنده عداية كبيرة باش الطفل اللي متبرش في الفيروسات، وهذه أمر معروف جدا يعني. فاصل الأطفال يكونوا دائما أكثر إصابة بالفيروسات. نعم. كاين انقطاع صغير في الصوت عدلان، راك معنا دكتور؟ ما رانيش نسمعوا فيك دكتور. الخلايا المناعية، وهذا الشيء هذا خلاه يكون أكثر صعوبة في التحكم فيه. عدلان ما رانيش نسمعوا فيك، راح نحاولوا ربما نحاولوا نتصلوا بك مرة أخرى، بقى معنا عدلان. معليش الفريق التقني يحاول يتصل بك مره اخرى باش يقدر باش الناس اللي تشاهد ولا تحضر عدد اليوم تقدر تفهم ربما وتستفاد من المعلومات اللي يمدها علان. نحاولوا نتصلوا به. نذكركم باللي باش تشاركوا معنا هو صفر، الرقم السحري هو 077 77 66 98، راكم تشوفوه تحت الشاشة. قولوا لنا هل من تخوفات، هل ربما شاهدتم ولا عرفتوا حالات إصابات صعبة عند الأطفال، ربما هل من عودة لحياة طبيعية، ماذا عن التلقيح، اسكو راكم مع أو ضد التلقيح، اسكو يعني ارتفاع الحالات والحالة الوبائية خلتكم ربما تغيروا رأيكم فيما يخص التلقيح. معنا عدلان مرة أخرى، أهلا. ألو. نعم. كان مشكل في الصوت، معليش جي بريفيري نعاودو نتصلوا بك. قلت نعم. تفضل. على الإصابة تاع الأطفال قلت لك، فلما تغير يعني فاعلية وفيغيلونس كرة الفيروس أصبح يسبب بعض الأعراض عند الأطفال، والحمد لله لم يسبب يعني كثير من الوفيات إلا عند الأطفال المريضين اللي عندهم مناعة قوية ضعيفة جدا، أصحاب تريزوميا، أمراض قلبية، التشوهات الخلقية إلى آخره.
عاد فأصبح الفيروس يعطينا بعض أعراض مثل الإسهال، الصداع، وكذلك الزكام، طبعا بالإضافة إلى نقل المرض بين الأطفال وحتى بين الأطفال والكبار، وهذا هو يعني لسبب تخوفات من الدخول المدرسي. ربما ما زال ما وصلناش في يوم الدخول، ولكن نظن أنه تأجيل الدخول المدرسي هو قرار حكيم لحد الآن. نعم راك سبقت لي يعني تحدثت على الدخول المدرسي، ربما هو الشيء لو يقلق الأولياء ولا كل الناس، لأنه ننتظر إلى ربما عودة أو ارتفاع وتيرة الإصابات مع الدخول المدرسي. قل لي عدلان، هل التلقيح يعني تلقيح الأطفال هو الحل؟ يقدر يكون تلقيح الأطفال هو الحل، يعني الأطفال عادة هم الأصيب، هم يعني الناس اللي مقحوهم نعم طابلو فاكسينال لما يشوفوه، يعني الأكثر التلقيحات يروحوا للأطفال. فتلقيح الأطفال يمكن أن يكون الحل، ولكن ليس لدينا دراسات يعني معمقة بالنسبة للقاح الخاص بالفيروس كورونا اللي تخلينا نقولوا بأن هذا اللقاح ليس بمضر ولا يسبب أي ضرر للأطفال. هذا الشيء هذا هو اللي خلينا نتأخروا في الإعلان عن لقاح الأطفال. هناك دراسات إسبانية، هناك دراسات أمريكية، مؤخرا صينية في تلقيح الأطفال، نظن أن النتائج تاعهم لن تتأخر، يعني خاصة فيما يخص الفعالية رانا نعرفوها أي واضحة، نعم خاصة فيما يخص عدم الضرر للأطفال بالنسبة للأضرار طبعا الآنية ولا الحالية، وعلى المدى المتوسط 2 إلى 3 أشهر. ولكن يبقى الحل الأساسي هي الوقاية، وبالتالي فرض الكمامات والتباعد الاجتماعي في المدارس يبقى هو الأساس في التعامل مع هذا الوباء. ورانا نشوفوا ربما نشوفوا نتائج التخوفات اللي كانت، التباعد الاجتماعي اللي ربما سجلناه في الايام الاخيره، شفنا الشوارع. انا نقدر نهدر على العاصمه لانه شاهدت ولاحظت في شوارع العاصمه كانت يعني ما كانش اكتظاظ، الناس ما تخرج الا للضروره، وربما هذا الشيء ساهم في خفض يعني وتيره الاصابات. الوعي الجماعي زاد، ولما شافوا هذا المرض كبير وشافوا العدد الموتى كبير إلى آخره، فأصبح يعني الإدراك تاع المجتمع أكثر، فقاموا باتخاذ الإجراءات الوقائية. هذا الشيء هذا احنا نتمناه ما يكونش حتى كردة فعل، بل يكون كفعل، لأن دائما يكون متأخر والضحية طبعا راح يكونوا الوفيات الكبيرة إلى آخره. فأنا نتمنى هذه المرة أن المجتمع يأخذ بعين الاعتبار أنه الوباء لم ينتهي، ويبقى يواصل في العملية في 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 الإجراءات الوقائية، خاصة دائما أكدها في كل حصص للمرضيها أنه لبس الكمامة تقينا في غالب أحيان من المرض، وبالتالي يعني نتمنى أن المجتمع يبقى يلبس الكمامة نتاعو إلى حين أن يضعف الفيروس. كما سبق وذكرتي عن الدراسة البريطانية، هي في حق عادة في عالم الفيروسات ينتقلوا عبر دورات ثم يضعف البنية نتاعهم إلى أن يندثروا ويزولوا. فربما زوال الفيروس راح يكون ربما في الأشهر القليلة القادمة، سنة على الأكثر إن شاء الله، هذا هو ما يتوقعه بعض العلماء. فإحنا في هذه الفترة نبقى ملتزمين بالوقاية، وخاصة الكمامات وغسل الأيدي إلى آخره. نعم. سؤال أخير دكتور عدلان، حول كمية الجرعات للقاحات المتوفرة في الجزائر، أسكت ظن أنه راح تكفي يعني للوصول لمناعة القطيع؟ لا 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 لا، عدد الملقحين لحد الآن ربما لم يتجاوز 5% إلى 10%، وهذا عدد قليل مقارنة بالمطلوب. المطلوب هو 70 حتى 80%. نعم. كانوا يقولوا 60% بعد الدراسات المتأخرة، قال لك حتى 70%. نعم. لذلك إن شاء الله نتمنى أنه تصنيع اللقاح اللي ما يطلبش يعني تقنية كبيرة وما يطلبش مواد كبيرة، خاصة اللقاح الصيني ولا اللقاح تاع الروسي، وبالتالي إذا كان أو سبوتنيك فهي نفس يعني نفس التقنية. نعم. إذا كان صنعوا قدروا يصنعوا اللقاح هنا فهذا شيء مهم جدا، راح ربما تكون عدد جرعات كبيرة، وحتى ولو تلقيح الأطفال أصبح ضروريا فيمكن أن نواجهه بهذا الأمر. لذلك الاستشراف بالأمر القادم هو أننا نصنع الفيروس،
هذه الأولوية القصوى نصنع التلقيح تاع الفيروس. نعم، حتى تلقيح يعني هو فيروس قليل الخطورة، حتى تلقيح ما غلطش. أي نعم 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 شكرا جزيلا عدلان، شكرا جزيلا على التدخل المعلومات القيمة. شكرا نعم. إلى اللقاء. إلى اللقاء. ما زلنا دائما في مرانا ساكتين على 077-77-66-98، اتصلوا بنا اعطونا ارائكم حول الوضع، كيف تعيشون هذه الايام، هل من تخوف، هل من تلقيح، اسكو ربما ارتفاع الحالات في الشهر الماضي خلاكم ولا غير رايكم حول التلقيح. الى عندكم معلومات حول في المنطقه اللي راكم عايشين فيها حول المراكز الصحيه، يعني ما الوضع داخل المراكز الصحيه، هل ازمه الاكسجين يعني ما زالها كما في الايام اللي شهدناها في الاسابيع قليلة الماضية. جويمو ويقول لنا سي فري كو لا توندونس اي على بيس مي il ne faut pas se risquer à reprendre en septembre octobre les enfants restent imprévisibles et incontrôlables il faut profiter pour circonscrire et vacciner il serait mieux de reporter à novembre afin d'éviter une nouvelle vague comme celle causée par la reprise des vols. Samir Yahya Sharif يقول لنا les résultats sur le vaccin des enfants seront vers la fin de septembre dans les grands pays. معنا أمياس من بجاية. أهلا أمياس. جزاك الله خير، مساء الخير عليكم. مساء الخير، مرحبا بك في مرانا ساكتين. الله يسلمك. قل لي أمياس، في هذه الأيام كيفاش الحالة في بجاية قبل ما ندخلوا في الكوفيد؟ أنا با توتالمون بجاية، با اكزاكتومون بجاية، مي لا بروف راني ممتاز مالك. ممتاز مالته، ماشي بعيد على بجايه، ماشي في لا بروفانس كيما راك تقول. قل لي كيفاش ربما كوفيد، اسكو الناس راهي تحترم شويه التباعد الجسدي، اسكو كاين اكتظاظ برا ولا لا في الشوارع؟ فاش كوم ف جو بونس كو ميم ليفولوسيون د تاع الكوفيد ولا لو نومبر دو 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 بيرسون اتانت ني با فريمون هنايا دي موان داس كون فوا ني با فريمون ريلاسيون افيك الاكتظاظ ولا باسكو ف ميم سي سا كونتردي تو سكو لي ميديسان تو سكو لا سيونس دي انا لي غارد مالاد لي غارد مالاد دي مالاد كوفيد ديجا سون لور بارون يا با دو d'infirmiers spéciaux ou là on a improvisé un petit chapiteau là où les malades sont surveillés par leurs proches et leurs parents et paradoxalement leurs parents ne sont pas atteints donc je ne sais pas il ben, y a un manque d'effectifs au niveau des hôpitaux et des centres de santé Amiens ben, je pense que je sais pas si c'est le manque d'effectifs ou là c'est la pandémie ou là s'il y a un surplus oui. de contaminés oui. Là, ça, je ne sais pas. Après, tu m'as dit que le médecin qui est passé classe, mais on peut pas s'exprimer plus librement, enfin plus exactement qu'un médecin. Mais sinon, il y a toujours une autre lecture à Agda, à Amia, pas plus proche scientifique que le médecin. Après, on constate avec nos yeux, avec nos qui m'a chauffé, donc l'expirera, ok, c'est tout. On vraiment on respecte pas les mesures barrières. Il y a un relâchement. Oui, oui. Ben, est-ce que c'est normal selon vous, Amia? C'est normal ou pas? Il y a eu l'intervention d'un médecin. Donc, mon intervention, je ne pense pas qu'elle puisse faire le poids. Ça, oui, parce que la lecture du Covid, il y a une lecture aussi scientifique que politique. C'est vrai, oui. Tout à fait. Donc, tout à fait. Dès son apparition, le Covid, un peu partout dans le monde, donc il y a eu une lecture politique ou une. Pour de la bavette ou pas la porter, le vaccin ou pas vaccin, c'est des grands professeurs qui ont débattu de ça. Oui. La question à se poser, qui fait les vaccins, on met une deuxième, troisième dose, il fait une maquin. C'est des petites questions qui fait comment ça se fait que les vaccins seront disponibles à cette cadence alors qu'on vit des pénuries d'eau, de farine. Après, c'est légitime de se poser ces questions. Amias, est-ce qu'il y a une pénurie de farine à Béjaïa? Non, il y a une pénurie de pain normal. Après, on dit que c'est par rapport à... À la farine, oui, la farine. Parce que ça résulte de cette pénurie-là. Donc, voilà, donc le constat est là. Corona ou la machine corona, vaccin ou pas vaccin, on est incapable de gérer une crise comme celle-là. L'oxygène,
المؤسسه العسكريه اللي كانوا يقولوا لا يخوفوا فينا فيها، ما عندها فينالمون ني لي زوبيتو ني لي مويان، فينالمون اون سي ديبروي تو سول. قلت لك اون اميناج دي لي سي دي فاف سي كونفورم كو ميم لوخر، مي سي با سي با لا نورم. Oui, on est loin des normes internationales. Amias, est-ce que vous êtes pour ou contre le report de la rentrée sociale et scolaire, surtout ? Vous posez des questions. Enfin, à mon avis, oui, peut-être qu'il faut la reporter pour voir plus clair, mais la reporter pour attendre un décret plus que celui-là. Pour éviter peut-être retarder une quatrième vague ? Et maîtriser la vague actuelle. Ou un autre variant peut-être aussi. On n'espère pas, Amiès. Mais on est tellement dans le doute. C'est vrai. Même le truc de vaccin qui pourra sauver tout le monde comme solution, on n'en sait rien. Un nouveau variant, je ne sais pas si le vaccin, je ne peux pas me prononcer sur ça, mais je ne sais pas si le vaccin actuel peut opérer sur un autre variant, sur une autre vague, je ne sais pas. Après, on ne peut pas suivre, on n'a pas à qui suivre. Si c'est la science internationale, mondiale, on sait que les labos pharmaceutiques, il y a tout un lobby derrière. Il y a un autre mandomètre, comme on les appelle. Akbar mandomètre, on ne peut pas faire confiance. Donc on est perdu, c'est un erreur, Inch'Allah. معليش ناخذوا احتياطات تاعنا كيما لازم، ما نخرجوش الا للضروره حتى وين ربما تجوز هذه الازمه. يعطيك الصحه امياس، ميرسي بوكو، او ريفوار. مراد بالعيفه يقول لنا بانديمي شوماج انسندي مونك دو كونفلي اكسيتيرا نو سوفرا ان سيلونس. معليش اون غارد اسبوار مراد بالعيفه، كملوا اتصلوا بنا، حاولوا اتصلوا بنا على 077 77 66 98 ولا كملوا كتبوا لنا اون كومونتير حول الموضوع قبل نهايه عدد اليوم. Mahdi de la régie m'a dit plus 1 pour la programmation musicale. Qalek mes neurones vous remercie Joe Mo. عاوده مجددا هذه المره مع جمال الدين من وهران. اهلا جمال الدين. مساء الخير مرحبا بك. ما راناش ساكتين. صافا، قول لي كيفاش الوضع في وهران والمستشفيات ربما والمراكز الصحيه، هل عندك معلومات؟ نعم، اولا الوضع في ولايه وهران كغيرها من الولايات وكغيرها من المناطق انه الوباء، اي وباء يصيب منطقه معينه فانه يتجه الى مرحله الذروه ثم يبدا في الهبوط. نعم، عندما يبدا في الهبوط، لكن هو كيف يعني تعاملنا معه وكيف تعاملت معه الطاقم الجزائري مع هذا الوباء. الإجابة على هذا السؤال تفضل. هو أنه في الحقيقة يعني أنا مجرد رأيي الشخصي، التعامل مع هذا الوباء بكل أسف تم التعامل معه بطريقة عاطفة، يعني بعيدا عن لغة العلم. لماذا؟ لأنه عندما نرى يعني ونحن الآن في قرية صغيرة يعني نطلع على كل المعلومات، يعني الدول المتقدمة يعني لا تكاد تجد سطرا واحدا أو خطابا واحدا من المتخصصين إلا ويحتوي على رقم معين، على رقم يعني إلى أين هم إلى أين وصلوا وإلى أين هم ذاهبون، بينما هنا يعني يتكلمون ولا زالوا يتكلمون بلغة الإنشاء، ولغة الإنشاء لا تفيد في هذا المجال. صحيح جمال الدين. نعم، في الحقيقة يعني الواقع الذي حدث هنا يعني الذي حدث يعني مع هذا الوباء، كيف تعامل معه الشعب الجزائري؟ تعاملوا معه بطريقة ما تسمى بمناعة القطاع. لماذا؟ لأنه عندما يغيب العلم في التعامل مع أي وباء يعني حدثت في أي مجال في أي مرحلة من مراحل التاريخ، وتغيب لغة العلم وتغيب المعلومة، ف
فإن الذي يطبق هو مناعة القاطع. جمال الدين ربما نقول لك برك أنه عدلان طبيب مختص في الأمراض التنفسية اللي تابع كثير الوضع وتطور الوضع الوبائي في الجزائر وفي العالم، اللي كان أول مشترك معنا في نهار اليوم، قال أنه رانا بعاد على مناعة القطيع. باش نلحقوا مناعة القطيع لازم 70 ولا بين 70 إلى 80% من المجتمع الجزائري يكون تلقى اللقاح، يعني الجرعتين. لحد الآن رانا نهضروا على الجرعتين، مع أنه في بعض الدول وصلوا للجرعة الثالثة والرابعة. نعم، لكن أستطيع أن أناقش مثل هذا الدكتور. تفضل أعطينا رأيك جمال. نعم، له رأي خاص. لا يخفى أن الجزائر يعني هي منطقة شبه قارة، ربما أن الذين يكونوا قد تلقوا اللقاح هم الذين يسكنون في المدن ويسكنون قريبا من المستشفيات، خاصة أنه تم التكلم عن ندرة في هذا اللقاح. أن هذا اللقاح يوضع تحت عدة أقواس ويوضع تحته عدة سطور، ماذا لأنه هناك ندرة في هذا اللقاح، بينما القرى والبداشر ويعني لا يكادون يسمعون بهذا اللقاح أصلا، ولذلك فهم يعيشون ويتعرضون لهذا المجتمع. وأنا أؤكد لك أنه الكثير من الناس أصيبوا بهذا الوباء ثم شوفوا من هو منهم من توفي، ولكن لم يسجل في لائحة المتوفين بالفيروس، وكذلك لم يعرفوا أيضا يعني أنهم أصيبوا بهذا الفيروس أم لم يصيبوا. لا، معروف جمال الدين، معروف أنه كاين مشكل في الأحصائيات، معروف أنه الأرقام ربما كاين مشكل كبير بين الواقع والأرقام، والأرقام يعني ما تعكسش الحالة الوبائية في بعض الأحيان، هذا شيء معروف. نعم، لماذا؟ لأنه عندما نتكلم عن الدول المتقدمة التي لديها مخابر بيولوجية، الدول المتقدمة مثل أمريكا، أوروبا، اليابان، كوريا، يعني عندما نتكلم بأن لديها مخابر بيولوجية تستطيع أن تقوم بحروب جرثومية، يعني هذا إن حتى نعرف قيمة هذه المخابر البيولوجية، مخابر المتخصصة في هذا المجال. يعني عندما نلاحظ يعني القنوات العالمية فيتكلمون عن رقم مهول للإصابات بشكل طبيعي. لماذا؟ لأنه هناك تشخيص، عندما يكون هناك تشخيص تستطيع التعامل مع عدة أشخاص وعدة أمراض، لكن هنا في الجزائر يعني التشخيص ما زال عند يعني مراكز باستور والمراكز الجهوية. إلى حد الساعة، إلى حد قليل جدا، أصبح هناك تشخيص في عدة مخابر خاصة وأعطيت لها الاعتماد، ولكن هذا يبقى لا يكفي. لماذا؟ لأنه أولا التشخيص عبارة عن بال يساوي 7000 دينار جزائري أو 8000 دينار جزائري، فأنه نأخذ أسرة واحدة، رب الأسرة يتقاضى، يعني إذا أخذنا المتوسط دخل الفرد الجزائري الذي هي تدور في حوالي 3 ملايين سنتيم، يعني هي 30000 دينار جزائري، فكيف يمكن لرب أسرة واحدة مكونة من 5 أفراد أن يغطي نفقت يعني تشخيص اللي هو 7000 دينار جزائري مضروبة في 5 تساوي 3500 سنتيم؟ صحيح. فيعني المسألة هي مسألة، بينما التشخيص في كافة دول العالم هي مجانية، هذا من جهة. من جهة ثانية مشكلة إمكانيات كذلك، المنظومات الصحية في العالم ربما أقوى من المنظومة الصحية الجزائرية جمال الدين. نعم، يعني المنظومة الصحية، ولهذا عندما تكلمت عن لغة العلم، لأنه الوباء حدث في الدول المتقدمة قبل أن يحدث في الجزائر، والجزائر كانت مغلقة ثم فتحوها ثم أعيد إغلاقها، ثم عاد المتحور دلتا هذا الفيروس الجزائر، رغم أن الحدود كانت مغلقة وأن لم تكن تقلع طائرة ولم تكن تخرج بواخر، فمن أين دخل هذا المتحور؟ هذا من جهة. من جهة أخرى، نحن لم نتجهز لوجود فيروس يغزو العالم. هذا الفيروس غزا العالم وأركع العالم على ركبتيه، إلا أن الدول المتقدمة تعاملت معه بالعلم. الآن الأمور تسير بشكل عادي وتسير بشكل طبيعي. في طبيعة الحال في 2019 كان هناك فوضى، ولكن سرعان ما تدخلت الإدارة لتنظيمها. أما الآن يعني مثلا عندما نتكلم مثلا عن اللقاحات، يعني عندما تصدر السفارة الفرنسية مثلا في الجزائر أنه مسموح للناس الذين يذهبون إلى الدول الأوروبية الحاصلة على فيزا شنغن وخاصة فرنسا أن يكونوا لديهم شهادة صحية للتلقيح، وخصصت التلقيح بأنه بالأنتي فيروس ستراتينيكا وفايزر، لأن أنها لم تذكر مثلا اللقاح الصيني، وعلى ذلك أن الأمور يعني لا تسير بهذا الشكل. لماذا؟ لأن هناك علم وهناك علماء يتكلمون عن وجود لقاحات لا تصلح، بينما آخرون يتكلمون عن لقاحات تصلح
تسهل عملية التنقل للفرد واختلاطه بالناس الآخرين. ربما راح تكون تحقيقات بعد يعني ربما بعد تجاوز العالم هذه الأزمة راح تكون تحقيقات راح تكون نتائج ربما لكل هذه الأسئلة وإجابات لكل هذه الأسئلة. قل لي جمال الدين أنت على الصعيد الشخصي يعني هل أنت مع أو ضد اللقاح؟ كيف تعيش هذه الأيام؟ ربما كاين تراخي ولا لا؟ راك متمسك بالإجراءات إجراءات الوقاية ولا لا؟ نعم أنا في الحقيقة أنا أولا متمسك بكل إجراءات الوقاية والتي هي النظافة. جميل. يخص هل أنا أو ضد اللقاح؟ هي كل عاقل يقول أنه لا يمكن أن تكون ضد اللقاح. لماذا؟ لأن جميل. أي وباء يعني مثل هذه الأوبئة من هذا الشكل إلا وينبغي أن توجد لقاحات خاصة بها، إلا أنه هذه اللقاحات أولا ينبغي أن عندما تقوم بها بناء على تشخيص معين، يجب أن تقوم بالتشخيص قبل أن تجري اللقاح. هذه من جهة، هذه كرأي شخصي وأنا لست طبيب. ثانيا لدي اعتراض على هذه اللقاحات كيف تأتي. لماذا؟ لأنه المستشفيات الآن أصبحت بؤرة لنشر هذا الفيروس. لماذا؟ لأنه لا يوجد تباعد، لا يوجد مواعيد مثلا في أوروبا مثلا يعطونك تاريخ معين ووقت يعني يعتبر وقتك مثلا، يقولون لك مثلا أن تأتي وقتك دورك على 11 ليلا، فتأتي على 11 ليلا وتجري ذلك اللقاح بكل نظافة. أما هنا لا، فالأمور عشوائية، تفتح عدة لقاحات تصبح جاهزة لمدة 5 ساعات أو 6 ساعات، الناس يصطدون خارج المستشفى أو خارج المستوصف، ويخرج الممرض مثلا يقول لدينا لقاحات تكفي ل70 واحد، فيحدث يعني التدافع ويحدث الاقتداد، و70 الذين ينجحون في الدخول هم الذين سيتلقون اللقاح، لكن هؤلاء لا يدرون يعني هل يعني عندما تقوم بتلقي اللقاح هل أنك مصاب أم لا. إذا كنت مصاب هذا لا يعني أنك يعني سيكون اللقاح نافعا، هذه من جهة. من جهة أخرى إذا تلقيت اللقاح ينبغي أن تبقى في بيتك. لماذا؟ لأن اللقاح معروف على كقاعدة عامة على اللقاحات الطبية أنها تسبب نقص المناعة، يضعف المناعة. نعم، يجب على الإنسان الذي يتلقى اللقاح أن يمكث في بيته. لماذا؟ لأن ستكون له نقص المناعة، ولأن الجسم سيربي أصدادا لهذه الفيروس التي تلقى بأجل اللقاح، وبالتالي نحن نحن الناس مباشرة بعد اللقاح يذهبون إلى السوق ويذهبون إلى البريد. أنا أقول لك أنه لا توجد عدة إمكانيات، مثلا في الدول المتقدمة لديهم التسويق عن بعد، في بيتك وتشتري وتعمل، لديهم العمل عن بعد، تخفي أديسون. هذا ربما هذا التأخير سجلناه قبل يعني فيروس كورونا، وعرفنا أهمية التسويق الإلكتروني ويعني قبل كوفيد 19، وعرفنا أهميته في عز الأزمة وين كانت بزاف يعني الخدمات ربما كنا قادرين نستغناو عنها في لو كان كانت عندنا هاد التكنولوجيا ولو كان كان هاد النوع من التجارة يعني التجارة عن بعد، العمل عن بعد كما راك تقول جمال الدين، لو كان نفعتنا في يعني السيطرة على الأزمة الصحية في الجزائر. شكرا جزيلا جمال الدين. شكرا، إلى اللقاء. إلى اللقاء. ما زلنا دائما في مرنش ساكتين في الدقائق الأخيرة لعدد اليوم، نحاول نستقبل اتصالات أخرى قبل ما ننهي عدد اليوم على 077-77-66-98. Joey Moi Colina, je ne sais pas si c'est la pandémie du Covid-19 ou autre, mais à Alger, il y a une ambiance très pesante et morose. Il n'y a pas beaucoup de gens et le peu que je croise sont effacés, perdus, soucieux, pensifs. Il y a une lenteur aussi et une tristesse palpable. Quelque chose a cassé, j'espère que ça n'a pas atteint les âmes, c'est tout, ce n'est que temporaire, enfin j'espère, Joey Moi. معنا آخر اتصال ربما لعدد اليوم مع صالحي. أهلا صالحي. بالبويرة. الزول بونجور. مرحبا بك في مراج ساكتين صالحي. بخير. واش راهي البويره؟ صافا صافا لاباس الحمد لله. اي تمبيراتور؟ صافا سا ديمينيو ان شاء الله. سا ديمينيو وي. اليوم سخانه شويه بارابور ايير افون ايير. كما الجي كيف كيف. كيف كيف. قول لي صالحي اسكو يا ان غولاشمون اسكو يا ان سومبلون دو في نورمال ا بويره؟ نعم. اسكو كاين عوده لحياه عاديه ولا الناس مازالهم تمسكين بالتباعد الجسدي والاجراءات؟
بون اون توجور لو بروتوكول اون ريسبكت توجور لو بروتوكول تاع الكوفيد باسكو لا مالادي هذيك ال كاردون با كومبيان سي فاي كومبيان كومبيان شحال بزاف اللي ماتوا على جال ريسبكت با لا ديستانس ما يمشوش لا بازات فهمتي دونك توجور اوني توس فيجيلون كيما يقولوا لا ماجوريتي ولفنا المرض هذا صافي لازم واحد يعيش معاه يتعلم انه يعيش معاه يتعايش معاه يتأقلم معاه توتافي لازم سيما حياتك في الخطر والعائلة تاعك ثاني في الخطر صحيح واحد وشيتي اوبليغاسيون لازم ما علينا قل لي صالحي واش رايك مع دخول المدرسي اسكو رانا راك مع تاخير دخول المدرسي ولا تشوف انه لازم تعايشوا مع هذا المرض دونك لازم يكون دخول المدرسي بصفه عاديه مع دائما احترام اجراءات الوقايه بالنسبه الاحترام لازم والدخول المدرسي لازم يكون في وقته انا جو سوي كونتر سينا تكون لا شرط في لي جيلاب ولا في لي زونسينيون ولي سي تو شارج حنا ثاني في الجزائر لازم ناخذوا الدرس ماشي زعما حتى فهمتي راهم في الاوروب يتعايشوا وتاقلموا مع المرض هذا عادي يخدموا يروحوا واش يتسمى ريسبكت البروتوكول تاقلم التباعد الجسدي و ارتداء الكمامات خاصة تغيير الكمامات يعني إذا كانت كمامات طبية لازم نغيروها كل ساعتين شي نورمال دبري ما دبري يتما درك والف الشعب والف ديك يتما كي بدا يتما كانت شويه الفوضى كاين اللي ما امنش بالمرض هذا كاين اللي يقول هذا تمسخر كاين كل واحد كيفاه يتفلسف من بعد كي يشوفوا بعينيهم الناس تموت ولو خافوا التوعية نعم هذا دور وسائل الإعلام من المفروض في هذه الحالات والأزمة بيان وربي بعد علينا المرض هذا الوباء هذا ما نقدروا لش والله صراحة ما نقدروا لش يعني المنظومة الصحية الجزائرية تشوف أنه ما تقدرش لهذه الأزمة ما كانش الإمكانيات لا فروز نروحوا للأكسجين صحيح للأكسجين احنا توجور يعني سيتا نافي نمد لافي تاعي سيمو نافي لازم الدولة تاعنا يتسمى لازم تدير الاحتياطات قبل ما تفتح في البياج كيما الاكسجين لازم دير لي بريفيزيون لي ريزيرفوار امكانيات كيما لي زانسوندي لي صراو لازم يديروا لي بيست اغريكول لازم يديروا لي ريزيرفوار في الجبال فهمتني ما عندناش كيما الامكانيات لازم واحد حتى كيما زرك جايه الخريف لازم نيتوايو الحاله شويه ماشي حتى تصرى الحاجات راه كارثه بعد نوليو نديرو موراها صحيح صح ولا لا صحيح وي كاين بزاف صوالح لازم نتوعيو بزاف لازم شويه من الدوله تاعنا شويه منا ثاني حنايا حتى الشعب يعني ملزم انه هو كذلك ياخذ يعني يلعب دوره في محاربه الكوفيد 19 والازمه ما لازمش نبقاو برك غير في التيرمون لازم حنايا اللي نقدر وقتينا صح ولا لا وي ولا صافي تاعنا سافا ما نقولكش 100% مي سافا اون اكسبت ثاني الشعب ثاني بارك الله فيه عنده اليد في اليد مع براهم من جيبو يشريو لي سنترال هذوك تاع الاكسجين دراهمهم لي كونستراتور فهمتي كاين 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 الشعب كي موبيليز احنا والله غير نسيبو والله ما نسيبو الشعب كيما حنايا بيان سور شفنا بلي الشعب الجزائري دائما متضامن يعني في وقت الازمات شفناها مع الاكسجين بعد حرائق كذلك وين كل الولايات تضامنت مع المناطق اللي تعرضت للحرائق وشنو الشعب تاعنا لازم تعرف كيفاه تروح له لازم تعرف
تعرف كيفاه تروح له. نعم لازم تعرف كيفاش تروح له. لو كان يتما تعرف لو بوان تاعو سي بون. مالوريزمون كاين 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 شويه لي طابو كاين على بالك بلا ما ندخلوا في التفاصيل. يعطيك صحة صالحي على المشاركة. بيقدر بلادنا إن شاء الله وربي بعد الوباء هذا علينا إن شاء الله وكاع على العالم. العالم. بيان سور العالم على البشرية. نعم نعم. شكرا جزيلا صالحي. إلى اللقاء. السلام السلام عليكم. كان هذا آخر اتصال لعدد اليوم. شكرا جزيلا لكل واحد شارك معنا، كل واحد حاول يتصل بنا وما قدرناش يعني نستقبلوا اتصال تاعو، ربما كاين اكتظاظ في الاتصالات. شكرا لكل واحد كتب لنا اون كومونتير ما كان مع او ضد الاراء المختلفه التي طرحت في عدد اليوم. كذلك عدلان اللي دقق وعطانا معلومات مهمه لانه يتابع كثير الوضع اما في الجزائر الوضعيه الوبائيه وفي العالم. نعود نقول لكم في عدد جديد لي ما راناش ساكتين. شكرا للفريق التقني مهدي وليندا سلماني ما نسيتش اسمك. شكرا جزيلا، الى اللقاء.